أعلن نائب الرئيس الإيراني علي أكبر صالحي أن بلاده أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها ستزيد قدرتها في تخصيب اليورانيوم من خلال زيادة عدد أجهزة الطرد المركزي لديها. جاء هذا التهديد الإيراني ردا على تصريحات الولايات المتحدة التي أكدت نيتها إعادة فرض عقوبات جديدة بهدف الضغط على إيران وتغيير سياستها الداعمة للإرهاب في المنطقة. وكان مرشد النظام الإيراني علي خامنئي قد أكد سابقا أنه طلب القيام بالاستعدادات اللازمة لزيادة تخصيب اليورانيوم، إذ انهار الاتفاق النووي المبرم مع الدول الكبرى عام 2015 بعد انسحاب الولايات المتحدة الشهر الماضي.